قام شربة. تفضل هنا يا ابنة، تفضل يا ابنة. أحد الأحرار الشرفاء وباينة بعض الأحمر وباع اللي يقدر يجيب لنا اعطينا العور شوية. رسالتنا السلمية إلى حكومة الإطار، رسالتنا السلمية المنظمة وهاي الأصوات من كل المحافظات العراقية باسم العراق، باسم المستضعفين، باسم العمال، لابد أن ينزل سعر الدولار الأمريكي، البنك المركزي العراقي، نحملكم كافة المسؤولية، يجب أن تعملوا لصالح الدينار العراقي لا للدولار الأمريكي. حياكم الله أيها الشرفاء وهنيئا لكم على هذا الموقف البطولي. صوت واحد الله يرحم والديك. ارحل ارحل يا علاق، أنا محضر لك جلاب. ارحل ارحل يا علاق، أنا محضر. صوت صوت خلي يسمع العلاق. ارحل ارحل يا علاق، انا محضر لك جلاب. 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 اولا احيي هذه الجماهير الغاضبه التي تجمعت في ساحه الرصافي لهذا اليوم، وبالحقيقه انها تعكس وجهه النظر للحياه ابناء الشعب الذي يعاني من شرف العيش وفقدان الحياة الحرة الكريمة. فأي دولة من دول العالم إذا أرادت أن تحارب شعبها بوسيلة من الوسائل هي أولاً حرمانها من القوت اليومي، بالدلالة على أن القوت اليومي بالنسبة لمعظم أبناء الشعب العراقي مفقود، بالإضافة إلى كل الأمور اللي تخص حياة الشعب هي معدومة، من تعليم، من صحة، من أمن، من كل الأمور اللي يتطلبها أبناء الشعب العراقي. فبالنسبة لتجمع هذا اليوم وهي مطالبة أبناء الشعب لخفض سعر الدولار، يعني صح أن دولة يعني مرتبطين بدول العالم، ولكن يعني حتى تكون العلاقة بالدولار يعني لا تكون سلبية ولا تكون إيجابية، نتيجة يجب أن تكون مراعاة ظروف أبناء الشعب يعني من ناحية العملة المحلية واقتصاد السوق. فتصور يعني بالنسبه الشعب شو يريد؟ هو يريد توفير قوته اليومي والحياه الكريمه. فهسه وصلت يعني المسائل السلبيه الى قوت الشعب، يعني وصلت الى رغيف الخبز، يعني اللي رغيف الخبز اللي كان يعني سعره مقنع فهسه ارتفع سعره وقل وزنه، بالاضافه الى المواد الغذائيه الاخرى اللي تعتبر ضروريه لابناء الشعب العراقي اللي يجب أن توفره الحكومة. فأي دولة من دول العالم والحكومة بالذات لا تعرف ماذا تريد أبناء شعبها وماذا يريدون، فعلى الشعب لا تستحق أن تطلق عليها كلمة الحكومة، وعلى الشعب أن يعمل على إزالتها بأسرع وقت ممكن. احنا اليوم طالعين جماهير كافة من كل المحافظات على تخفيض الدولار، لأن الدولار أذى كل فقير، كسر كاحل الفقير، كسر الأيتام، كسر الفقراء. هذا الدولار اليوم الطحين بستين ألف، اليوم بطل الزيت بخمسة آلاف دينار، الفقير ما يقدر يشتري هاي البضاعة، اليوم السوق كله نار. اليوم تخفيض الدولار نطالب بالسوداني. أنا بس أريد أوجه كلام للسوداني، يا محمد الشاح السوداني، من تروح أنت وكل الموجودين ومحمد الحلبوسي تروحون تقعدون بالملاعب، ملاعبنا صحيح ملاعبنا وصحيح مباراتنا وصحيح بلدنا، بس من تقعد هناك وتظهر امام التصوير وامام العالم كافه، ليش هسه بهاي التظاهره ما تطلع للعالم؟ ليش ما تظهر للعراقيين؟ ليش امام القوى العربيه والاجنبيه والدول انت
متواجد بالملاعب، لأنه ذيك دول عربية داخلتنا. انظر انظر لشعبك، انظر لشعبك هذا اللي طالع اليوم على تخفيض الدولار. المفروض أنت وكل الأحزاب تطلع وتوقف وتقول احنا وياكم، ومن اليوم يتخفض الدولار. لك هذا سؤال، عيب عيب على كل واحد بسياستنا وبهاي المنظمات، عيب عليه. الفيس مشتعل يتنخون مرة، وهي هاي المرة ام فهد، عيب عيب يقولون يا ام فهد نزل الدولار. والله عيب عليكم، عيب عليكم يتنخون ام مرة ويقولوا لها نزل الدولار، نطلب من ام فهد تنزل الدولار. المفروض انتوا هذا عار عليكم، عار على كل واحد يشوف المقاطع، وهذا الكم. المفروض انتوا تنزلون الدولار، تطلع وتصرح تقول الدولار من اليوم نازل، لان الفقراء جياع، النساء جياع، ضاعت ضاع الشعب. ليش ليش هيك؟ هذا شعبكم، اطلع له. هذا هذا الشعب من كل المحافظات. تحيه لكم وتحيه لقناتكم وعلى نقل الحقيقه. شكرا جزيلا. تجمعنا هذا اليوم بعونه تعالى من كافه المحافظات الشماليه والجنوبيه بلحمه واحده من اجل احياء هذا الوطن الجريح، هذا الوطن المسلوب، هذا الوطن المغتصب. وجئنا هذا اليوم، هذه الحكومه الفاسقه الفاسده اللي دمرت الشعب وانهكت الفقير وحالات الفقير. فهذه كل طوائف المجتمع اليوم من كافه المحافظات وكافه الاقضيه والنواحي وكافه العالم اسمع هذا التجمع البهيء من اجل سعر صرف الدولار الذي انهك الفقير. وهذا العلم العراقي يبقى شامخ، وان تكون ويكون العراق يبقى شامخ الى ابد السنين، لانه هذا البلد بلد الخيرات وبلد الحضاره وبلد التاريخ، تسلب وانهك على ايدي الافاعي، على ايدي الذيول، على ايدي الاراذل الفسده اللي كانوا منحطين في دول الخارج يتملقون لاسيادهم. دمروا حضارة هذا البلد ودمروا تاريخ هذا البلد وهدموا أركان الدين بهذه الوجوه الكالحة، الوجوه اللي لا تملك لا كرامة ولا أخلاق ولا شرف. فهذا العراق يبقى عراق شامخ غصبا على أنوفهم وعلى أنوف جابوهم. فالعراق عراق حضارة وعراق تاريخ، وبعونه تعالى وبعونه تعالى سوف نقضي على هذه الزمرة الخونة الخائنة لله والرسول وللوطن. همومنا ومعاناتنا في أخواننا الأحرار، فين ما يجي الغد لو تقعدون لو تبون، هذا الهتاف لازم قوي ويصل لكل العراقيين ولكل النواب مال السودان كافة أعذار. الله يوفقكم. صح هسه الأخوان يقولون رافعين صور الشهداء، هذا الشعب الشعب وصل السلطات، بس السلطه تحكمنا ونتجوعنا، السلطه التشريعيه الحلفوس والنواب. بشرفكم وبغيركم، هم شفتوا الكونات وشفتوا ضيوفكم البرلمان عندو لا؟ اذا حقنا يمن يروحون ياخذون صور على السوداني ويدقون فيت ويضحكون، لان جكساراتهم يضربون ملايين وما مهتمين للفقير. لازم الفقير اخوتي، احنا هسه راح نعلن اعتصام وقتي، اريدك تقعد، اهل النجف جايبين غد، ابعد بالشارع، ابعد
نعلن بدايه اقتصار وقت ورمضان. استريح استريح حتى يجيبون لك غدا. استريح ابعد 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 الوطن ابعد ابعد استريح العزيز. نواب الابار اللي كانوا يتباكون على الدولار من اختفى حسهم لا يتوقعوا المسنج للبنك المركزي بيت المالك نطوي هريج الغطه الغطه الحلبوسي ديجا كان العدد قليل هالمره الغطه بالاف وهالمره اهل الانبار الشرفاء خرجوا عن صمتهم رغم دكتاتوريه الحلبوسي وطلعوا عليه فما عدنا خط احمر الخط احمر العراق ومطالب العراقيين فاريدك بهدوء العلم العراقي اللي ملياه لان الشارع مزدحم هذا العلم مال ساحه يعني واسعه احنا اليوم عندنا ثوره جياع وضع تظاهر مليونيه ان شاء الله الدولار لازم يرجع السعر الرئيسي يشغلون العالم هاي العطاله على الشباب العاقلين على العمل السوداني رفع الدولار رفع العطاله رفع الفقر رفع الجوع رفع الصحه متردي كل شيء رفع ما عندهم اي انجازات هاي الحكومه المتراكمه الايطار ولا اي حكومه من اجت عادل عبد المهدي السوداني الكاظمي كل يتسول ثوره للجياع ماكو اي انجاز لهم فقط ارتفاع ضغط الدم الشعب العراقي والجوع والفقر ورفع الدولار يسبب قله المشاريع وتهريب العمله لدول الجوار وهاي مقدمه برنامج عمود لا يطلقون الموازنه هاي فرغوا البنك المركزي والتغييرات على وش تغيرون؟ ليش ما تحلهم على التحقيق وسرقه القرن؟ ولا عم الميزانيه ناس ماتت من الجوع يحجوا لك بالمليارات والشعب العراقي ميت من الجوع لان انا كافي تجاره بارواح العراقيين يكفي تجاره بارواح العراقيين السجون الترسل كلها دعوات قيديه النازحين على الحدود الفقر الجوع ماكو اي اعمار ماكو اي مشاريع اعماريه ولا اسكان ولا حتى توزيع اراضي للفقراء والمواطنين والموظفين يعني هو الدولار سيصر راح يصعد ال 200 وال 250 ليش؟ ما عايشين هم غير كوكب عايشين ياكلون الويل والنعيم وكله غزال وجكسارات واخر موديل على شنو يعطوهم رواتب؟ على شنو هاي المحاصصه؟ الى متى يستمر هذا؟ الجوع العراقي الى متى؟
الى متى يعني شعب ميت من الجوع؟ كل عاطلين عن العمل، كل دول فوق مستوى الفقر، خط الفقر. امي كافي بس ارتفاع بالضحايا بالارامل بالفقر بالجوع وهجمان بيوتهم. ترسوا شجون كل شبابنا الكبور. الترسة العراق اعتبار بس عن الطرف الثالث هذا الايراني بعد وجوده متدخل بالعمله بالدولار. الدولار هاي مشكله ان التجار وقوم ماكو حمايه للمستهلك المواطن العراقي، ماكو لا حمايه لا اكو رقابه. هو نفس المسؤول هو الفاسد، هو يتاجر بارواح العراقيين، هم يطلعونا من دورنا. راح يصير يعني والله راح يصير كسحهم ودوسهم بالقنجره السوداني وغيره. كافي كافي فساد الى اي نهايه وينتهي هاي حكومكم الفاسده. كافي ما قدموا اي انجاز للبلد، اي انجاز وموجود بالشارع العراقي كله جوع وفقر وارامل وقتل بالشوارع ومخدرات. حتى الابتدائيه دخلت علينا المخدرات، مستوى التعليمي زفت، الصحه زفت، دكتور ماكو، عمليه ماكو. قاموا حتى شبابنا احنا كنا صرنا زلم، حتى نسوانا كنا نشتغل، الطفل يشتغل عمره 7 سنين يشتغل، عمره 5 سنين يشتغل، ومجاهدي وفقر وجوع وجرائم وتجاره اعضاء بشريه. بسم الله الرحمن الرحيم. بدايه موضوعنا هذا الشعب اللي طلع هو لغرض تنزيل سعر صرف الدولار، لانه للاسف الحكومات المتعاقبه هي لم تتفق على شيء سوى محاربة هذا الشعب. لذلك اليوم انطلقت الجحافل الشعبية باتجاه البنك المركزي، لأنه الجاي نسمع أنه الأحزاب السياسية والنظام السياسي جاي يذبها في محور البنك المركزي. لذلك احنا تواجدنا هنا لغرض تنزيل سعر في الصرف الدولار، وأعلننا اعتصام مؤقت، اعتصام وتلحقه خطوات متتالية حسب الظروف وحسب الموقع. هذا النظام انه احنا نختلف عن كل الانظمه اللي تواجدت بكل دول العالم. المانيا عندما خسرت الحرب العالميه الثانيه لكن فعلت فعال انه تدوير العمله داخل الاسواق. المشكله اللي موجوده عندنا حاليا وللاسف انه ماكو تدوير عمله داخل السوق. السبب يرجع انه السياسه الماليه الفاشله. هذا النظام الفاسد وهاي الاحزاب الفاسده، هاي الميليشيات الفاسده، حتى تسعير صرف الدولار هو يصرف لمصارف فاسده، لحوالات فاسده، لدول فاسده من دول الجوار، لارضاء ولايه الفقيه، لارضاء الجمهوريه الاسلاميه. للاسف الشعب العراقي ابد ما مستفاد من نظامه الاقتصادي. نظامنا الاقتصادي باني سوريا، باني اليمن، باني لبنان، باني ايران، لكن كشعب احنا جدا ما كل شيء ما مستفادين من هذا النظام. للاسف الشديد احنا نظامنا الاقتصادي فاشل. محمد السوداني رئيس الوزراء، محمد السوداني قبل ان يستلم رئاسه الوزراء، وللاسف ومن مفاشل الدار انه يحكمنا كشخص يغير باقواله واحكامه وكذا، كان يداعي بتنزيل سعر صرف الدولار، وكان ينادي بثوره الجياع، وهاي الان هي ثوره الجياع. الان مجتمعنا كثر مخدرات، نسب فساد عالي، عندنا فساد مالي، فساد اداري، كل انواع الفساد تتواجد عندنا بسبب حكم الاطار اللي حكم اكثر من 20 سنة، حكم الاطار اللي ضيع 1000 مليار دولار، حكم الاطار اللي ضيع شبابنا، اللي ضيع مستقبلنا، اللي ضيع بلدنا. الان هاي الجحافل اللي تشوفها بالالاف، واحنا حاليا على موعد مع آلاف من ثوار المحافظات يلتحقون بينا. هذا النظام حقيقة أفشل فشل ذريع، وأنا أكتفي بمفردة الفشل، لأنه لازم نرتقي للمستوى اللي يسمعونه أهلنا وناسنا. أنا أطالب الشعب العراقي بالانتفاض والخروج للتظاهرات، تظاهرات مليونية لغرض إنزال هذا خفض سعر الدولار من 161 62 الى 120. هذا مطلب، وانا دعوه الى كافه ابناء الوطن العراق من الشمال الى الجنوب. الكل متضرر من هذا الموضوع، الكل متضرر من هذا الموضوع. وحتى رسالتي الى كافه الموظفين الذين يخافون على المليون الدينار الراتب مالتهم، اقول له عمي انت ابو مليون، ترى طبقه البيض مالتك صار كانت ب 3000 هسه ب 8، نسولف انا وياك منطق عقل. هسه القونيه مالت الطحين كانت مش قد 30000 هسه ب 50. تدري انت هسه حكومه السوداني قاعد تقسم من الراتب مالتك 400000 وانت ما تحس.
فأنا رسالة إلى أخوتنا الكرد وأخوتنا الجنوب الغربية وكافة أبناء الشعب العراقي اللي متضررين، ولو كل هالعالم متضرر من هذا الموضوع الانتفاضة، يعني ويكون اعتصامات في داخل شارع الرشيد لغرض الضغط على حكومة السوداني، يعني والإطار التنسيق لغرض إرجاع صرف الدولار إلى 120. فهذا رسالة، فأنا أقول لكم يا شعب يا عراقي، مو بس الفقير متضرر، ترى كل شرائح المجتمع وكل شرائح الناس والعالم كلها متضرر من هذا الموضوع، حتى أخونا المصور متضرر، الراتب ما تبعد ما كثير. أبو سماحة ويد مظاهر من محافظة النجف الأشرف. أولا نتحدث عن قضية وعود، الوعود اللي صدرت من خلال السلطة التنفيذية وكذلك الوعود اللي صدرت من خلال السلطة التشريعية. بداية نتحدث عن الوعود اللي صدرت من السلطة التنفيذية وهي وعود السيد السوداني. يا سيادة السوداني، اليوم الشعب طالبك، وانت قبل كنت من المطالبين والمنادين بتخفيض سعر الدولار وتعديل البنية التحتية وكثير من المطالب التي نادت بها ثورة تشرين ونادى بها الشعب. اليوم كشعب عراقي احنا ما دا نشوف اي تغيير بالواقع. اليوم السيد السوداني رئيس الوزراء السلطة التشريعية اولا وعدوا بان يكون هنالك سعر صرف حقيقي للدولار يليق بالشعب العراقي، وهذا ما متواجد اطلاقا. هذا اولا. اثنين، اعادة البنية التحتية كذلك اطلاقا لليوم ما شفنا اي بنية. قوانين تشريعية الى الان غير مشرعة، قوانين إلى الآن غير منفذة. اليوم كسلطة تشريعية كنواب نطالبكم أيضا بداية الحديث. طالبنا السوداني بتنزيل سعر صرف الدولار وتعديل البنية التحتية وكثير من المشاريع المتلكئة اللي حدثتها الحكومات المتراكمة. اليوم نطالب السلطة التشريعية، أنتم يا نواب العراق، أنتم يا سلطة تشريعية، أنتم اليوم ناشدكم كإحنا كشعب كمصدر سلطات، شنو اللي قدمتوه لهذا البلد؟ شنو القوانين اللي شرعتوها؟ شنو القوانين اليوم اللي قريتوها؟ شنو القوانين اللي عدلتوها؟ أنتم ما عدلتوا أي قوانين ولا شرعتوا أي قوانين، قوانيننا كلها معطلة، دستور معطل، دستور غير مجدي، دستور غير نافع لهذا الشعب. أيضا حتى لا ننسى نطالب السلطة القضائية كذلك بمحاسبة المقصرين، محاسبة الفاسدين، محاسبة السراق. هذا كمطلب رئيسي لخروجنا اليوم هو تعديل سعر صرف الدولار. وهذا يعني احنا اليوم كشعب عراقي كمحافظات احنا نعد الى خطوة مهمة جدا، وهي خطوة الاعتصام. اليوم اذا ما تحقق مطالبنا خلال 24 ساعة احنا راح نعتصم كشعب عراقي كمحافظات عراقية. رسالة إلى البنك المركزي وإلى حكومة الإطار، إحنا شعب جوعان وأحذر، وإنت يا سوداني إنت قلتها على صفحتك على الفيسبوك، أحذروا ثورة الجياع، وإحنا جوعانين اليوم. إحنا وين نروح؟ ساعة الدولار علينا 160 و170، قبل كان 120 وقوة العالم مسيطرة، التاجر تأذى، الكاسب تأذى، الناس تعبت، وين ما تروح المواد كلها صاعدة. احنا شنو ذنبنا؟ انتم بيناتكم حتى تستفادون، انتم تستفاد الدول اللي دازتكم علينا، ايران وغير ايران، احنا ما نعرف. تهريب عملة، بنك مركزي،
احنا نريد الدولار ينزل، هاي واحد. اثنين، هسه اعلنا من امام البنك المركزي اذا ما يخفض سعر الدولار هيصير هدفنا اثنين، المالكي والحلبوسي. نروح للمالكي البيت للطويريج والحلبوسي للانبار، ما عندنا غير هذا الحل. تنزلون الدولار اهلا وسهلا، ما تنزلونه احنا رايحين للحلبوسي للانبار وراجعين للمالكي للطويريج. مطالبنا اليوم عازمين على ارجاع صرف الدولار الى 120 على سابق عهده. هاي ال 147 وال 148 وال 50 وهاي الاكاذيب ما تنطلع علينا. لا نعرف فدرالي ولا نعرف بنك مركزي. اللي الضرر هو الشعب، اللي الضرر هو المواطن، اللي الضرر هو الموظف. اليوم احنا بدأنا اعتصام ضمني وراح نحدد خطوات في الساعات المقبلة، وعازمين ان شاء الله على ارجاع صرف الدولار الى ال 120. نعم ما نعرف تهريب عملة غير تهريب عملة، هذا الامر يعنيهم. انا مواطن اليوم متضرر، خلي الباقي لهم. زين من اللي يهرب الاموال؟ نعم انا اسال سؤال، انا اسالهم من اللي يهرب الاموال؟ اللي يهربها المواطن لو بنوكم، انتم ودولكم العميلة. يوم احنا نازلين حتى نطالب بتقوية الدينار العراقي مقابل الدولار، لازم الحكومة تاخذ دورها وتضع سياسات اقتصادية حتى تحاول ان تحل هاي الازمة الموجودة حاليا. ايضا لازم تتخذ اجراءات بمنع تهريب العملة. احنا نعرف كل اللي يصير بينا هو بسبب الفساد وبسبب سوء الادارة وعدم وضع استراتيجيات من سنوات سابقة بخصوص هاي الازمة. فاليوم احنا نازلين حتى هاي مطالبنا، حتى نطالب بتقوية الدينار العراقي، نطالب بمنع تهريب العملة، منع الفواتير الوهمية، السيطرة على الصرافات والسيطرة على سوق العملة اللي موجود وعلى التجار وعلى الفساد اللي بيصير عندنا بالبلد. احضر خلي ينزل الدولار لك، اعلى سوداني كاف احضر خلي ينزل الدولار، سوداني كاف احضر خلي ينزل الدولار، سوداني كافي اليوم جوك مضار، سوداني كاف احضر خلي ينزل الدولار، صوتك اقبل اياديكم يا شرفاء يا ابناء الشريفات، سوداني كاف اعذار خلي ينزل الدولار، سوداني كاف اعذار خلي ينزل الدولار، كل العراقيين اليوم جوك الدار. فدوة فدوة الاصوات، الف تحية لاصحاب المحال التجارية، الشرفاء، اصحاب الجسم الشريف في هذه المحلات، وهم يرحبون بنا ويتبسمون لنا بقلوبهم الوطنية العراقية. ويانا اخواننا اهل المحلات التجار الشرفاء، لاجل الفقير، لاجل ان يصدق علينا قول النبي الاكرم من مات ولم يهتم بامور المسلمين فليس منهم. احنا اليوم جايين مطالبنا انه نريد تخفيض سعر الدولار وارجع الى سابق عهده مثل ما كان، لانه بزياده سعر الدولار بدات تغلى الاسعار بالسوق غلاء كثير، يعني والناس بعد ما تقدر تواجه هذا الغلاء، واكثر الشعب هم حاليا فقراء، عطاء يعني بطاله اكثر الشعب، قطاعات كلها مهمله، قطاعات بالوطن بالبلد كلها مهمله، يعني الزراعه، الصناعه، الخدمات، التجاره، كلها قطاعات مهمله، التجاره كلها، السوق كله يعني لاحظ استيراد من السوق، يعني حتى صار عجز بالميزان التجاري العراقي عندنا. لاحظ الزراعه مهمله، ماكو زراعه، كل استيراد من الخارج، يعني كله على مود شنو؟ على مود يرضون حلفائهم امريكا وايران. امريكا وايران ما ترضى عنكم، امريكا وايران ترى استعمار، ما ترضى عن احد نهائيا، ماكو استعمار يجي يحب شعبه، احنا قارين بالتاريخ ونعرف ماكو استعمار يجي على مود يحب شعبه، يعني هسه الناس البطاله يجي اللي ما عنده شهاده يتعين، واللي عنده شهاده، يعني عندي شهادتي نفسها حاليا درس ماجستير انا حاليا، واي تعيين ما عندي انا، زين ليش اللي ما عنده شهاده واللي شهادته مزوره واللي يجيبها من السوق يتعين، واني من الاوائل وبتعبي ما اتعين، زين ليش يعني كل هذا؟ يعني احنا نظل نطالب كل سنه، صار لنا 20 سنه احنا نطالب ونحكي وما حد يسمع، كانما يطب منا ويطلع منا، لا حياه لمن تنادي. احنا نريد اصلاح الوضع العراق كله، اصلاح جذري للعراق، نريد ناس وطنيه تحكمنا، بعد كافي يحكمونا ذا الناس مرتبطين باستعمار ومرتبطين باحتلال ومرتبطين بجهات اجنبيه، احنا ما نريدهم، احنا نريد ناس وطنيين، نريد حكومه شريفه ووطنيه تحكم باسم الشعب وتنظر للشعب، ليش يعني؟
كل الحكومات اللي جت للعراق ما كانت ترضي هاي طموح الشعب العراقي، ولا كانت تعطي حق الشعب العراقي. فقط حكومه عبد الكريم قاسم هي كانت حكومه عادله وكانت ترضي طموحات الشعب العراقي. احنا نريد حكومه عادله، حكومه عادله ترضي طموحات الشعب، تخفض اسعار الدولار على مود من اجل ان يعيش الشعب يعني بعيشه مستقره مسالمه. احنا بعد ما نريد مشاكل، تعبنا هوايه، احنا نطالب بحقنا سنين، وراحت الناس وراح الشهداء وراحت هاي، وبالنتيجه كل شيء ماكو، ما حصل اي نتيجه. احنا نريد بس اصلاح الوضع، حكومه شريفه، احنا هذا اللي نريده. الدولار من السوداني للحلبوسي لهذا رئيس الجمهوريه ما اعرف نايم قاعد غصبا ما عليهم، راح ينزلون الدولار لان مرضاتهم لغه شو عاد اقول لك، رحم الله والديكم وعافي عليكم، نزلوا لنا اياها هذا جاي اللغه ما يفهموها هم. نطالب بالتي هي احسن، بنزول الدولار. السوداني اجى قال ويا صديقي قال الله لا يوفقني، الله يوفقنا على شنو؟ الله لا يوفقكم دنيا واخره، من كبركم صغيركم. انا استشاف اشتغل لنا حمال هاي 1000 ونص، 1000 ونص الله وكيلك، ها اها راح ارجع بيها للبيت، شو اجيب لعائلتي؟ مخضر اجيب بيها دوج اوديهم الدكتور، باكر كروه للشغل ما عندي عند اطلع بيها. الله وكيلك هذا هسه يطلبني 5000، 5000 زين زين شلون نقطع حياتنا هيك وهم فلوسنا كلها بتجيب لا لا كهرباء لا تعليم لا زراعه لا صحه، ايش عندهم موجودين هم؟ طلعنا انتشرين هنا 2019 هذا الشارع سموه شارع الموت، نطلع عيال يطلع من عندنا يقتلوه. طلعوا لنا حراميه جوكريه ولد السفارات وهم كلهم السياسيين الله وكيلك، هذا التابع لايران، هذا التابع لامريكا، والشعب ذول فقره كلهم فقره، كلهم عراقيين. ونعتب على ذول القوات حفظ القانون، ليش يقتلون اخوانهم؟ ليش يضربوهم؟ على مود الراتب، الراتب ما يدوم. ترى بعد 10 سنوات النفط ينزل سعره. ما في رواتب. عمي خلي ننهض بالبلد. عليكم دم الشهداء كافي، فكروا بأهلكم. مو كل واحد استلم المليون خلاه بجيبه قال هذا هو. عمي 19 سنة حكمتونا بالذل، بالفقر، بالقتل، خلف الله عليكم، بس اطلعوا. هسه لا أزمة سويتوا أزمة الصحة. لا عزمة التعليم، لا الزراعة سويتوها ورجعتوا على الدولار الأكشر من 120 سويتوا إلى 170، الله يعلم بعد أسبوعين يجوز يوصل ال 200. والله هذا الشعب أنا ما أعتقد يبقى الشعب بعد 3 سنة بسبب هاي تصرفات الحكومة. هي هاي السوداني، السوداني هذا وعدك للشعب العراقي. أنا قلت راح أدعم الطبقة الفقيرة، أنت دمرت الطبقة الفقيرة، دمرت الطبقة الوسطى، إيش بقيت لها الشعب؟ سويت مستشفى ما بنيت، مدرسة ما سويت، سويت إن المناطق الجنوبية تعيش تحت خط مو الفقر، تحت خط الذل قامت. والله وصلوا له هاي الرسالة، بكت الله يسمعنا. إذا عندك غيرة عمي ذب استقالة، ذب اطلع، خلف الله عليكم اطلعوا، اطلع مع هسه الحديدة الدق عليها، الدق عليها بتنعوج. هذا الشعب كله ما يريدكم، اللي زقتوا مو عيب اللي يفشل، بس عيب اللي يستمر بهالفشل. يا اخوان رسالة من خلال هالقناة الكريمة، ذبوا استقالة واطلعوا. إذا عندكم غيرة وإذا تقولون احنا نحب علي بن أبي طالب واحنا نحترم الشعب العراقي، ذبوا استقالة واطلعوا، لأن الشعب بعد ما يرجع، الشعب راح يعتصم، إذا مو اليوم باكر، إذا مو باكر لازم يطلعكم، إذا مو بالقوة يطلعكم. والله يا أخوان لا تخلون، ترى الوضع قاعد ينهار يوم بعد يوم. الشعب لا الشاب مرتاح، لا الشيخ مرتاح، لا الطفل مرتاح. مستشفى أبسط حقوق الشعب، مستشفى 18 سنة ما بنيته، 18 سنة ما بنيته، طابوقة مات مستشفى. شنو فائدتكم انتم؟ شنو فائدتكم؟ لا صناعة، لا زراعة، لا عمل، لا حياة، لا بطالة. زين انتم ما تخافون من هاي الناس؟ زين انتم عدو عليه؟ انت سمن صعد الدولار بسبب المتنفذين ودول الجوار. زين هذا الشعب مو شعبك؟ خلوا مروعتكم، خلوا ذرة من الوطنية، كافي ذل. احنا نريد فرص عمل، نريد هذا الدولار. اليوم النفط العراقي يصدر ملايين من النفط يصدر. زين هذا مقابل احنا شنو؟ شعب فقير، شعب ما عنده ثروات. كافي عاد. احنا نقول من خلال قناتكم الكريمه
أن يلتفتون لهاي الناس، ينزلون صرف الدولار، سعر صرف الدولار حتى الناس تعيش بأمان. نريد تطلقون مصانعنا، ليش المعامل هاي كلها عمال؟ ليش المعامل معطلة؟ أنا واحد من الناس اللي زرت معمل نسيج الكوت ببضاعة ما يستوردون البضاعة للجيش العراقي، موجود كل شيء، كل التجهيزات للجندي العراقي، يروحون يجيبونها من الدول الجوراء وأردع بضاعة. ليش؟ يعني هاي أنا أعتبرها أقول هاي مؤامرة على الشعب. إحنا اليوم هذه الرسالة نعبرها بهذا الجمهور، بهاي الناس الثائرة، بهاي الناس الشرفاء اللي تعنت التعب والسفر والسهر من أجل تخفيض الدولار، من أجل الفقير، من أجل المسكين، من أجل العامل، من أجل الكاسب، من أجل صاحب البسطة. شنو اللي البارحة سويته أنت رئيس الوزراء؟ بدلت محافظ البنك المركزي، هو مو كان قبيل؟ سوى شنو قبل حتى تجيب لنا إياه؟ يعني تدوير وجوه بوجوه هذا مو حل. الحل انه تخفض سعر الدولار وتنعش الاقتصاد والفقير يعيش والمسكين يعيش والطالب يكون مرتاح والاستاذ يكون مرتاح والعراقيه تكون حره في بيتها، حره في عملها. اذليت الشعب؟ تقولون انه كانت الحكومه الصداميه عفلقيه جائره. اين اجتماعاتكم بالخارج؟ اين مؤتمراتكم اللي عقدتوها؟ اين قوه الاحتلال اللي اتيتوا بها باعتبارها انه قوة ائتلاف دولي؟ هذا قوة الائتلاف الدولي والاحتلال اللي جبتوه للشعب، تجويع الشعب، هتك الشعب، هتك الأعراض. ليش يا عمي ليش؟ شنو يعني لاقين الشعب؟ يعني ما قارين عن الشعب العراقي؟ ما قارين تاريخه؟ شعب أبو ثورات، شعب أبي، شعب كريم، شعب ما يقبل بالذل. خاف عندكم السماحة تاسيهم بالشعب انه يجيبوا لكم اخبار مغلوطه او معلومات مفبركه انه عود الشعب يحبكم ويريدكم، او تهددون انه لا داعش يرجع. هلا تنزلي وعلي ما خلي نرجع تنزلي. هاي نومتنا هنا ضالين من اجل فقير، وعلي باقيين وضالين ومستمرين واعتصام مفتوح لحد ما ينخفض سعر الدولار ان شاء الله. نرجع ل 100 مو 120. لا منها صعبه مطالبنا تخفيض سعر صرف الدولار. اليوم الحكومة العراقية تقول لك أنا أريد أحافظ على تهريب العملة إلى خارج البلد. طيب أنت لما تريد تحافظ على تهريب العملة خو مو تجوع شعبك، هذه واحدة لازم تلقى حل وسط. ثانيا أنت العملة داخل بلدك ما جاي تحافظ عليها مو خارج بلدك. اليوم البنك المركزي يطلع الدولار بيون 47، لكن روح للصرفات تلقى 165، اكو فرق تقريبا 20,000 دينار بالدولار الواحد. اذا انت الامن الاقتصادي مالتك ما محافظ على العمله داخل بلدك، تجي انت تريد تحافظ عليها خارج بلدك، وبالتالي اليوم الشعب تقريبا كله
يعني الشعب كل اليوم متضرر من ارتفاع سعر صرف الدولار، المواد كلها صعدت، الموظف متضرر والكاسب متضرر، فمطلبنا الرئيسي هو ارجاع سعر صرف الدولار الى 120 دينار. اولا شكرا لقناتكم الكريمه. اسباب التظاهره اكيد معلومه لدى الجميع، الا وهي ارتفاع سعر صرف الدولار قياسا للدينار العراقي، اللي حقيقه يعني منذ اشهر هذا الموضوع، وبالاصح هو من الحكومه السابقه حكومه السيد الكاظمي، وكانت الاجراءات اجراءات ترقيعيه لا ترقى الى مستوى الحلول. اليوم حقيقه يعني هذا ما استطاع ان يحققه رئيس الوزراء الحالي، الا وهو تغيير محافظ البنك المركزي العراقي الذي عليه كثير من الشبهات، واحده منها انه في عهده في عندما كان محافظ البنك المركزي كان هنالك غرق لاكثر من 7 مليارات دينار عراقي في يعني اقبيه البنك، وحقيقه يعني هذه اموال الشعب العراقي، وانتهى الموضوع بدون اجراءات حقيقيه ومعرفه الاسباب وراء هذه العمليه. موضوع انه هل انه فقط المطالبه بالمحافظ؟ بالتاكيد يعني لو كان هنالك حلول من قبل الحكومه اعتقد كان يعني المثل المواطن العراقي على ارض الواقع، قد يكون هو شخص المحافظ مو هو المعني بالموضوع، ولكن هنالك سياسه نقديه واقتصاديه يقوم بها البنك المركزي العراقي اضافه للحكومه العراقيه حقيقه غير صحيحه وغير منتظمه، وبالتالي وصلنا الى هذا الانسداد في موضوع انه ارتفاع سعر صرف الدولار. طبعا المظاهرات جاءت نتيجه ارتفاع الدولار. ارتفاع الدولار اثر على قوت المواطن العراقي حوالي 20% اخذ من قوت المواطن العراقي، هاي نقطه. سبب ارتفاع الدولار هو التحويلات الخارجيه الى الواقع الاقليمي. الواقع الاقليمي سرق الشعب العراقي، هاي نقطه. النقطه الثانيه، احنا في السياسه الخارجيه ماكو صديق وماكو عدو، وانما اكو مصالح مشتركه تربط العلاقات بين الدول. فالمفروض بالطبقه السياسيه، بالبنك المركزي، بوزاره الخارجيه ان تقيم علاقات صداقه وشراكه ومصالح مع البنك الفيدرالي الامريكي، لان كل مقدرات الشعب العراقي وكل صادرات النفط تمر على البنك الفيدرالي الامريكي، لاننا لم نخرج من البند السابع ولم ندخل الى البند السادس. فالمفروض بالطبقه السياسيه تراعي قوت الشعب العراقي. ارتفاع الدولار ادى الى رفع طبقه البيض، طبقه البيض من 5000 الى 10000، الدجاجه من 5000 الى 10000، كيلو اللحم من 15000 الى 20000. لان ماذا يكون للمواطن العراقي؟ انا اعتقد سبب ارتفاع الدولار هو الفساد المستشري في الدولة العراقية والتحويلات الخارجية. كل المظاهرات اللي طلعت اليوم تطالب بخفض الدولار الأمريكي، لأن الدولار الأمريكي هو يعطينا قوة في أشباع العائلة العراقية، في أشباع المجتمع العراقي. شوف احنا هذول يدفعون عربانة قاعدين، ليش؟ ما عندهم عمل، والمطلوب أشباع عوائلهم. فالمطلوب بالدولة العراقية خفض قيمة الدولار بصورة ممكنة. شنو يعني احنا أنت قاعد أسفل قدمك يوجد دولار؟ يوجد العراق رابع دولة في إنتاج النفط، العراق كلها بحيرة من النفط، لكن أسباب ارتفاع الدولار هو الفاسدين والمفسدين، والعراق لا يمتلك قرار وطني ولا يمتلك إنتاج وطني من أجل خفض قيمة الدولار. يطالبون بتخفيض سعر الدولار. اليوم الحكومة أجساد عراقية ودواخل ميليشيات إيرانية تتحكم في العراق. اليوم ثورة الشعب هاي ثورة الجياع. اليوم مسيرة وباكر مسيرة إلا يتخفض سعر الدولار. يحضرون من ثورة الشعب ثورة الجياع هذه. كيس الطحين 50000 دينار. اليوم المسؤول والحرامي يقدر يشتري، والفقير ما يقدر يشتري بهاي المرحلة. خلينا ينظرون إلى الشعب الفقير، خلينا ينظرون إلى شعب الجياع هذا. الشعب الفقير خط أحمر. يا سياسيين، يا احزاب، يا ميليشيات، كل منجم خلوا مكان لاخواننا البقيه من المحافظات والمصائف المدنيه، ابو النجف، اخونا من شرطه الفرقه هناك، البقيه نشوف. حياك الله، تعال.